مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. أنا رغد وهي قناتنا قناة تفاصيل تيوب. فيديو اليوم حيكون عبارة من أجمل، صوت بيسان إسماعيل أم صوت تالين تيوب؟ وعشان تعرفوا مين أجمل احضروا هالفيديو معي للنهاية، ويلا خلونا نبلش. في كتير من اليوتيوبرز اللي بنتابعهم بنلاقيهم بيمتلكوا مواهب كتيرة ومتعددة مثل بيسان إسماعيل وامتلاكها لصوتها المميز وغيرهم كتير. في هالفيديو قررنا نقارن بين مين صوته أحلى، بيسان أم تالين تيوب. كلنا بنعرف إنه بيسان إسماعيل وتالين تيوب هما من اليوتيوبرز السوريين اللي معروفين جدا على منصة يوتيوب ومنصات السوشيال ميديا بشكل عام. بتتابعهم أعداد ضخمة على حساباتهم الشخصية، بيقدموا فيها مقالب وتحديات وفلوجات وأشياء تانية كتير. كلنا بنعرف إنه بيسان إسماعيل بدايتها انعرفت بصوتها المميز مع محمد جواني، وبلشت تنشر أغاني بصوتها وبلشت تنعرف بشكل كبير جدا، وبعدها قررت تفتتح قناة على اليوتيوب وتصير تشارك المتابعين يوميا، لكنها ظلت معروفة بصوتها المميز وصارت تنشر مجموعة من الكليبات الخاصة فيها. أما تالين تيوب فهي ما كانت معروفة غير بفلوجاتها ومقالبها والتحديات والمحتوى العائلي، لكن ظهرت إشاعات بتقول إنه تالين صوتها مميز وبتعرف تغني، وهالشي اتأكد بعد الأغاني اللي نشروها باسمها مثل قولي بحبك بأغنية ولما بنحب، وهالأغاني حصدت على مشاهدات أكتر، مثل قولي بحبك بأغنية حصدت على أكتر من 15 مليون مشاهدة، وأغنية لما منحبك حصدت على 17 مليون مشاهدة، مقارنة بأغاني بيسان اللي بتتعدى 5 مليون مشاهد. لكن إذا بتتسألوا مين أحلى صوت، بيسان أم صوت تالين، فالأغلب بيقول إنه صوت بيسان إسماعيل أحلى من صوت تالين تيوب، وواضح أكتر وإنه بيسان موهبتها بالغنى أقوى من موهبة تالين، والتنتين انعرفوا بإنه صوتهم مميز ببعض هالأشياء مثل الأغاني اللي نشروها والكليبات اللي حصدت عندهم على ملايين من المشاهدات. وبالآخر التنتين بيرجعوا لمحتواهم الأصلي واللي هو المقالب والتحديات والفلوجات، وتالين اللي هو المحتوى العائلي. هيك بكون عرفتكم على مين صوته أحلى، تالين أم بيسان. هيك بنكون أنهينا هالفيديو لهذا اليوم. احكولي انتو رأيكم بالتعليقات، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والضغط على جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل فيديو جديد بننزله على قناتنا، وشكرا لمشاهدتكم.